لكن الأهلي شاركوا في دورة ودية كبيرة في دبي، كان فيها برشلونة وفيها كتير من الأندية العالمية الكبيرة. كان رئيس بعثة ناشئي الأهلي في هذه البطولة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي. يا باشمهندس، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وباشمهندس عدلي. انت ايه جاي مش نايم؟ واضح صوتك لسه ما نمتش. لسه مصريين امبارح بالليل بقى، فكنا كناش بننام هناك تقريبا. والله الحمد لله على السلامه. حطينا في الصوره بشكل كامل كده، الفريق كانت نتائجه ايه ووضعيته ايه، وانت تقييمك للموقف كان ايه؟ في بدايه الامر بس احب طبعا ان انا بس دعواتنا ربنا يا رب يا رب. كنا عنده في المستشفى كلنا يعني من شويه، و اخر الاخبار ايه؟ هي الحاله طبعا يعني موضوع البيجوبه ده ربنا يا رب بس يقوم بالسلامه. طبعا الدكاتره هناك قالوا بس ان شاء الله لو فاق منها على خير يا رب باذن الله الامور تبقى سهله يعني ان شاء الله. ان شاء الله على خير بقى، فدعوات الجميع دي يا رب باذن الله تعالى ربنا يعجل له الشفاء ان شاء الله يا رب ان شاء الله. قول لحضرتك البطوله كانت ايه وشكل المشاركه والنتائج ايه؟ والله يعني يا استاذ ابراهيم طبعا زي ما حضرتك قلت كده، النادي الاهلي دايما تركيزه على الحاضر وتركيزه برضه على المستقبل. راسم طبعا الشباب الصغيرين والناشئين في مستقبل النادي، فبيبقى فيه اهتمام كبير من المجلس القضيه بيهم. فكان ده هو الهدف من البدايه، ان احنا نعدهم عدد كويس يحتكوا بانديه عالميه زي اللي كانت موجوده في الدوري الدوليه. كان في برشلونه، كان في تشيلسي، كان في ريال مدريد، كان في يوفنتوس، كان في سانتوس. يعني انديه قويه جدا. هو كان 20 نادي، والحمد لله يمكن النادي الاهلي يتاهل دور 16، وبعد كده قابلنا برشلونه بطاقم قوي جدا. النادي الاهلي كان يعني افضل يعني في اللقاء، وكان بشكل اكبر من برشلونه كمان شهاده الجميع هناك، بس الحظ ما حالفناش في المباراه. يعني انا اتفرجت على المباراه دي جزء منها، كانت 3-0. الشوية اللي اتفرجت عليهم الاهلي ضيع جولين مستحيل يضيعوا ولا في الخيال، يعني الجون يكاد يكون فاضي. وشفت ان الاهلي هو اللي ماسك الماتش في الربع ساعه اللي اتفرجت عليها دي. ده كان حتى عثمان عدلي كان المباراه كلها يمكن كانت كده، هم كنا في اول الماتش خالص بجول من ضربه ركنيه، وبعد كده الاهلي استحوذ تماما بخطونا جول في اخر ثانيه. يعني هم راحوا ثلاث مرات في ثلاث اجوان. النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده انفرادين وكورتين تانيين برضو اجوان اكيد، يعني ضيع 4 اجوان مثلا ما جاوش. فبس الحمد لله في النهايه انت برضو الهدف هو ان انت يعني بتعلي برضو المستوى. خلص 3-0 ولا خلص كام؟ انا مش لا 3 هو خلص 3-0 الماتش ده. 3 وبعد كده انتقلنا بقى للعب بعديها. اتكلم معاك رئيس بعثه برشلونه مش كده؟ بالظبط كده. هو بعد الماتش حتى الراجل، انا كنت قبل المباراه تبادلنا يعني شعارات النادي الاهلي وشعارات نادي برشلونه قبل المباراه مع بعض. وانت خريج جامعه ريال مدريد بس ماشي. وما يعرفش بقى مش هقول له على المعلومه دي. تبادلنا مع بعض الشعارات، وبعد كده احنا لا الحقيقه اتكلمنا كتير بعد المباراه. يعني هو جالي بعد الماتش لوحده، يعني انا كنت بعد المباراه برضه متضايق ان الماتش كان يعني كان نفسي الاولاد حتى يسجلوا نفسيا كان او معنويا كان هيبقى كويس. هو جالي بعد المباراه وقال لي يعني قال لي ان النتيجه هو نفسه يعني النتيجه غير عادله. قال لي شو المزاجين يعني درست، قال لي النتيجه فعلا يعني هو نفسه ما كانش متوقع سير الاحداث اللي انت كنت بتوصل، والحظ حالفنا في المباراه. في حتى سلجادو برضه بعد كان حاضر وشاف. لا انا اللي شفته بيقول كده والله. ما هو سلجادو جه قال لي بعد المباراه النتيجه التعادل. فالحمد لله هم في النهايه البلاد يعني برضه المميزات بقى ايه يعني كنت عادل ان هم حتى في المباراه دي خسروها وهم كانوا افضل، كانوا يعني طلع بقى عيط بعد الماتش وطلع يقول لك احنا ما نختارش النادي الاهلي ما نختارش يعني ده كلام الولاد السنة. يعني هم بيحاولوا نوصلهم. كان معايا طبعا كابتن فارس مكتوب، كابتن جمال السيد، وهم مشكورين بصراحه عاملين يعني مجهود رائع مع الفريق فنيا ومعنويا وكل حاجه. طب النظام بقى مشي بعد برشلونه ايه اللي حصل؟ يعني مش فاهم يعني ايه كاس الفضيه. ما هي بقى برشلونه حضرتك عارف انت نظام كاس العالم باليد كده، مش بيبقى فيه كاس اسمه كاس الرئيس اللي هو
يبقى في مثلا فرق اللي بتصفي من الاول لل 12 تقريبا، وبعدين من 12 لل 24 بيعملوا كاس ثاني اسمه كاس الرئيس. هي نفس النظام، هنا بتطلع دور 16 تأهل لدور الثمانيه، خلاص بتلعب على الكاس الذهبيه، والفرق اللي خرجت من دور 16 الثمانيه الثانيين بيلعبوا على الفضيه. ايوه يعني الحمد لله احنا كسبنا الفرقه الثانيه. الاهلي الحمد لله برضه الفرقه الثانيه يعني كانت فرق قويه. الاهلي كسبان ليفانتي في النهائي بضربات الجزاء اللي هي الماتش النهائي، تعادلنا 1-1 وكسبنا بضربات الجزاء. كان برضه لقاء قوي يعني ما كانش سهل. فالحمد لله ان انت برضه قدرت يعني. احنا اتكلمنا معاهم بعد مباراه برشلونه اللي قلنا لهم احنا لسه عندنا بطوله برضه، واحنا يعني كنادي اهلي نرجع ببطوله. النادي الاهلي لازم برضه في الاول وفي الاخر ما هيروح ويلعب ويمثل تمثيل كويس، بس نرجع ببطوله ما نرجعش من غير حاجه. فعلا الولاد موتوا نفسهم في البطوله الثانيه ولعبوا بروح واصرار يعني صراحه اكثر من ممتاز، وحققوا فعلا البطوله ورجعوا بيها يعني. فدي اعتقد يعني بعيد عن نجاح ان انت كسبت لا او لا، بس فعلا الروح اللي لعبوا بيها والفنيات العاليه اللي عندهم يعني. المدربين اللي كانوا هناك من برشلونه او من الفرق الاخرى اشادوا مستوى اكثر من لاعب من عندنا، وقالوا ان هم مستواهم يعني يأهلهم للعب في افضل انديه لو استمروا بهذا المستوى. فاحنا طبعا يعني دي الحمد لله مواهب موجوده في النادي، ده كنز يعني. انا بعتقد قطاع الناشئين ده كنز كبير في النادي. يا رب نفكر برضه نعمل في قطاع الناشئين دورات على هذا الغرار برضه يا باشمهندس سراج. ان شاء الله عشان تعدي ده يعني اتجاه للتفكير من يعني كابتن خطيب والمجلس، ان ده اللي فعلا التوجه انه دايما يبقى الاحتكاكات دي موجوده، ان النادي الاهلي دايما يرعى حاجات زي كده للناشئين في بطولات عالميه في النحات العالميه النادي الاهلي يشارك فيها وينظمها يعني. ده توجه موجود وان شاء الله تشوفه قريب باذن الله. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة ناشئي الكرة مواليد 2006 إلى دبي.